فلن تجد لسنة. جاتنا مناسبة الإفطار على شرف عمال وموظفي مستشفى سبدو من أجل دفعة جديدة، دفعة معنوية بحضور السلطات المحلية والأمنية على رأسها رئيس دائرة سبدو اللي شرفنا بالحضور، أسلاك الأمن الدرك الوطني، الأمن، الجمارك، الحماية المدنية، ممثلي على بلدية سبدو، مختلف السلطات جاوا شرفونا بهذا الافطار اللي كان كما قلت على شرف عمال الموظفين المستشفى. هي نفتة فقط من طرف إدارة المستشفى وتنسيق مع السلطات المحلية من أجل تقديم سند دعم نفسي ومعنوي لأصحاب البدلة البيضاء لتوطيد العلاقة بين أصحاب الأسرة البيضاء. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.